السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا بناخذ الدرس السابع من الوحدة الثانية للصف السادس العام بعنوان percent of a number اللي هي النسبة المئوية من عدد. طبعا بتتعلم الطالبة هني كيف توجد النسبة من عدد او percent of a number. Did you know that in Dubai, only 11% of students take the bus to school? All the other students ride to school in cars. If there are 500 students in a school, how many ride the bus? To answer this question, we can find the percent of a number. A percent can be written as a fraction. 11% can be written as 11 over 100, and the word of usually means multiply. Since 11% is used as a fraction, let us write 500 over 1. Since we know that any number divided by 1 is the same number, we know 11% of 500 student, يعني 11% هم اللي يركبون الباصات. 11% نقدر نكتبها في صورة fraction 11 over 100. Of معناتها multiply. 500 any number or any whole number we can write the denominator 1. For this one, for this number. يعني نكتب الدينومينيتر تحت 1 دائما. إذا أي عدد صحيح الدينومينيتر له يكون 1. هني بإمكاني أختصر وأضرب وأطلع النتيجة. بنشوف طريقته وبعدين بخبركم بالطريقة الأسهل بالنسبة للطالبات. Now how to multiply fractions. We multiply the numerators and we multiply the denominators. A trick to know is that when you divide by 100 you can just move the decimal. So in a school of five, هني ضرب النوميريتر ببعض طلع لنا 5500 وال 100 multiply by 1 أعطانا 100. في divide by 100 معناته decimal point تتحرك لليسار خطوتين فالنتيجة بتطلع 55. وممكن أن الطالبة تحذف 2 zero لفوق مع 2 zero لتحت وبتطلع النتيجة 55 students will take the bus to school. Today, we will learn how to find the percent of a number. مثل ما شفنا في الفيديو المثال اللي عطانا إياه بإمكاننا نحل كل الأمثلة بنفس الطريقة. لكن في بعض العراقيل أن الطالبة عندنا ممكن أنه ما تقدر تحذف الزيروز مع الزيرو. فمثلا هذا التمرين بتنفع عليه الطريقة اللي تعلمناها في الفيديو. فبنطبقها هني وبعلمكم الطريقة الأخرى. 30% مثل ما تعلمنا أن عبارة عن 30 over 100 30 over 100 over 100 تنكتب of معناتها multiply 140 أقدر أكتبها على 1 divided by 1 or over 1 لأن أي عدد صحيح or any whole number الدينومينيتر يكون تحته يساوي 1. الحين بإمكاني أختصر. أنا أسهل لي بالنسبة لي اني اختصر الزيرو مع الزيرو يروحون مع بعض. نشوف هني الزيرو هذا اللي فوق تروح مع هذا الزيرو اللي تحت وهذا الزيرو اللي فوق تروح مع الزيرو اللي تحت. ما بيبقى لي تحت غير الون فالنتيجة 3 multiply by 114 يعني نكتبه هني 3 multiply by 14 نضرب اللي فوق في بعض أو إذا تبون نكتبها مرة ثانية فكلها واحد بتكون 3 over 1 وهني multiply by الثانية شو بتكون 14 over 1 فالنتيجة هني بتعطيني 3 multiply by 14
يعطينا 42 over 1 وتساوي 42. إذا النتيجة هنا بتكون 42 over 1 وتساوي 42. هذه هي الطريقة اللي تعلمناها، وأسهل لي أشطب الزيرو مع الزيرو إذا عندي أصفار فممكن أتخلص منها. نشوف الطريقة الثانية، هذه الطريقة تنفع جميع التمارين في هذا الدرس. نشوف هنا أخذ العدد اللي هو 30% multiply by 140. الحين بنحرك مثل ما أنا تعلمت وعلمت الطالبات أن نحول من البرسنت إلى الدسمل، نحول من البرسنت إلى الدسمل، لأن هذه الطريقة من الدسمل عندنا الطريقة من الدسمل إلى البرسنت، إحنا في البرسنت، فبتتحرك البوينت to the left side two steps or two places. البوينت هني إحنا عندنا برسنت، فبتتحرك البوينت to the left side two decimal places. فهني إحنا حولنا الرقم، بدل ما يكون برسنت خليته في صورة decimal 0.30 اللي هي 0.3 multiply by 140. هي نفسها لو كتبت 0.3 multiply by 140 هي نفسها. هني بنضرب ضرب عادي، بنضرب ال 140 multiply it by الرقم هذا كيف انقرأ بدون البوينت؟ انقرأ 3، إذن بضربها في 3. الحين لو ضربت ناخذ لون مختلف أساس يكون أوضح لكم، هني 3 multiply by 0 يعطينا 0، أوكي 3 multiply by 4 أول شيء ضربت 3 بالزيرو بعدين بضربها في الفور، 3 multiply by 4 يعطينا 12، 2 هني وفوق 1، 3 multiply by 1 3 and 1 يعطينا 4. كم عدد بعد البوينت؟ هذا قد سبق وتعلمته العام الماضي، عدد واحد، إذا لازم أرجع العدد هني من هذه الجهة وإحنا جايين نحسب عدد واحد وحط البوينت، عدد واحد وبعدين أحط البوينت. إذا النتيجة هني طلعت كم؟ 42، نفس النتيجة بالضبط. نشوف مثال آخر. ممكن يجيكم هذا السؤال على أساس يبى يوصل المعلومة أن أنت فاهمة شو طريقة الحل. To find 45% of 20, you change 45% to what? إحنا نحولها إلى شو؟ إلى هذا الرقم اللي هو 45 over 100. إذن هني نكتب أن ال 45 حولناها إلى fraction 45 over 100. And شو نسوي بقى مع ال 20؟ شو نسوي؟ Multiply it. And هني multiply، هني multiply، multiply it by 20، then you شو نسوي في النهاية؟ نبسط اللي هو simplify. إذا نحول البرسنت إلى fraction، multiply it by the whole number، then we simplify it. نطالع هذا التمرين، هني ما في عندي زيرو، فبيكون صعب علي اني احذف الزيرو مع الزيرو، بيكون عندي اختصارات اكثر. ففي هالحالة انا افضل ان الطالبة تحول البرسنت الى ديسيمال. انا عندي الخطة ديسيمال وهني برسنت، اريد احول من البرسنت الى الديسيمال، معناته ان البوينت بتتحرك لناحية اليسار to the left side two steps. هذه هي البرسنت،
فبنحط البوينت وبنحرك. البوينت كانت هني لأنها مش موجودة بالأساس، فبتتحرك to the left side two steps وبتوقف هني، معناته أن الرقم صار عندي 0.15. إذن هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الأولى نحول البرسنت إلى ديسيمال. الخطوة الثانية اللي هي step 2، شو نسوي في step 2؟ بناخذ الرقم اللي طلعناه اللي هو بالديسيمال اللي هو 0.15 multiplied by 120. معناته أنا هني بضرب 120 by 15 على طرف. we will use long multiplication، خليهم بعيد عن بعض شوي. multiply by 15، هذا ينقرأ 15 بدون البوينت، ونحط العلامة ونبدأ بعملية الضرب. نطالع العملية الضرب اللي احنا متعلمينها من الابتدائية من اول ما خذينا الضرب اللي هو من صف خامس ورابع. 5 multiply by 0 شو يعطيني؟ يعطيني 0. 5 multiply by 2 يعطيني 10. احط 0 هني وال 10s احطها هني. 5 multiply by 1 5 add 1 يعطينا 6. الحين خلصنا من ال 5 بنروح لل 1. قبل ما نبدا ال 1 شو بنسوي؟ لازم احط 0، لازم احط 0 قبل ما ابدا بالمالتبلاي. لازم احط 0 شيء اساسي لان هذا ثاني عدد. الحين 1 multiply by 0 يعطينا 0. 1 multiply by 2 يعطيني 2. 1 multiply by 1 يعطيني 1. then we will add 0 plus 0 يعطينا 0. please 0 plus 0 يعطينا 0. 6 plus 2 يعطينا 8 and 1 we will take it down. Here, how many decimal places here? We have two decimal places. From this side, we will account two decimal places. Then we will put the point. كيف نقرأ الرقم 18؟ إذن النتيجة طلعت لي شو؟ 18. إذن النتيجة هنا طلعت 18. إذن الستيب الأولى هي كانت عندي أن ضربنا حولنا الدسمل إلى، هذه الستيب الأولى حولنا الدسمل البرسنت إلى دسمل. الستيب الثانية we multiply we use long multiplication. the answer is 18 after we put the decimal places in its place. بعد هذا بإمكان الطالبة تحل هذا البارت الأول من هذا الدرس بكل سهولة. بنشوف إحنا البارت الثاني بنمشي على نفس الطريقة بالضبط. في البارت الثاني بتكون البرسنت يا أما أكبر من الهندرد يا أما أصغر من الون، يعني يا أما تكون ديسمال أو أكثر من الون هندرد. نطالع هذا التمرين. find 130% of 25. لاحظوا العدد البرسنت أكبر من ال 100 ما بيأثر عندنا في شيء، فبنمشي على نفس خطواتنا بالضبط. نطالع هني كلنا. الخطوة الأولى بنحول البرسنت إلى ديسيمال. البرسنت اللي عندي اللي هي 130، عندي قانون الديسيمال مع البرسنت. من البرسنت لو أريد أحول إلى الدسمل تتحرك البوينت to the left side، معناته أنا هني بحرك البوينت to the left side how many times؟ two times.
كانت هني البوينت، فبتتحرك خطوتين وبتثبت هني بين ال1 وال3. اذا صار عندي البرسنت هني تحولت الى ديسمال اللي هو 1.30، ولو شليت الزيرو ما بيأثر شيء في النهايه، يعني هي نفسها لو صارت 1.3. اذا هذه الخطوه الاولى. ستيب 2، we will multiply. We will multiply what? 1.3 by the number 25. We can use long multiplication. We can take out the point, then we will multiply. فبنحط الأرقام هني. عندي 25 multiplied by 13. اوكي نشوف الارقام اللي عندنا كيف احنا بنبدا نضرب. طالع يا سادس اللي ناسيه تتذكر الطريقه، 5 multiply by 3 يعطينا 15، احط ال5 تحت وال1 فوق. 5 multiply by 2 6، add 1 يعطينا شو 7. خلصنا احنا من الثري، الحين يوم خلصتي منها خلاص تقدرين تشطبينها. الحين قبل ما نبدأ هني بأن نضرب الون لازم نحط زيرو، لازم تحطين زيرو. ليش؟ لأن بتبدين بعدد ثاني. فهني الحين نبدأ نضرب، نختار لون مختلف على أساس نميزه. أوكي، ون ملتبلاي باي فايف يعطينا فايف، 1 multiply by 2 يعطينا 2. خلصنا، we can add. 5 plus 0 يعطينا 5. 7 plus 5 يعطينا 12. 2 هني فوق 1 لأن هذه 12. 1 plus 2 يعطينا 3. الحين أنا لازم أرجع الديسيمال بوينت. الديسيمال بوينت بعد عدد واحد، اذا وانا جاية من هاي الجهة بحسب عدد واحد وبحط الديسيمال بوينت، فصارت النتيجة 32.5. بنفهم اكثر من تمرين اخر، نطالع هذا التمرين. هذه المرة البرسنت في صورة ديسيمال، ما بيأثر عندنا في التمارين بأي شيء، نفس الخطة نفس الطريقة وبنفس الأسلوب. نطالع هني، هني بنحول مثل ما تعودنا، عندي ديسيمال وعندي إلى البرسنت هني. أوكي، من البرسنت مثل ما سوينا في التمارين السابقة، من البرسنت إلى الدسمال تتحرك البوينت to the left side to decimal places. أوكي، بنكتب الرقم هني عندنا اللي هو 0.2. هني بنبدأ نحرك البوينت. How many steps؟ بيكون عندي 2 steps to the left side. نطالع، هذا هو العدد خذيناه. بنحرك البوينت 2 steps to the left side وبنحط البوينت مثل ما تعودنا. الأماكن الفاضية نحط فيها زيرو، معناته أن هذا الرقم صار بهذه الصورة. بنكتبه هنا كتابة 0.002. زيرو زيرو تو، إذا هذا هو العدد في صورة ديسيمال. البرسنت تحولت إلى ديسيمال في الخطوة الأولى. في الخطوة الثانية بناخذ العدد اللي إحنا حولناه اللي هو 0.002 and we will multiply it by 300.
الحين لو نقرأ هذا العدد كيف تقرينه بدون البوينت؟ غطي على البوينت وقرأ العدد، عبارة عن 2. إذن 300 هذه بنضربها في 2، واضح أن النتيجة 600، لكن على أساس البنات يعرفون أن ممكن يستخدمون اللونج ملتبليكيشن. 2 ملتبلاي باي 0 يعطينا 0، 2 ملتبلاي باي 0 الثانية يعطينا 0 الثانية، 2 ملتبلاي باي 3 يعطينا 6. إذن 600 الناتج طلع لي 600، فبكتبه هني 600. الحين بنحسب كم عدد البوينت اللي بعد العدد، كم how many places after the decimal point، كم عدد الأماكن اللي بعد الديسيمال بوينت؟ طالعوا يا سادس 0.002، نطالع هني how many decimal places، عندي عدد 2 3 أعداد، يعني وأنا جاية من هذه الجهة بحسب 3 أعداد وبعدين بحط الديسيمال بوينت، معناته هني بيكون المكان فاضي فيه شو 0. إذن النتيجة اللي وصلت لها، شو هي النتيجة اللي وصلت لها؟ أن الناتج يساوي 0.6. هذا هو الناتج، حطيتي 0 الثنتين اللي وراء آخر شيء أو ما حطيتيهم ما بيأثرون. إذن هذه هي النتيجة المطلوبة. بنشوف مثال آخر وبنرجع لكم الحين. نطالع هذا التمرين بنفس الطريقة بنفس الأسلوب. أول خطوة نحرك البوينت ونحول من البرسنت إلى الدسمل. القانون إحنا حافظينه من دروس سابقة، من البرسنت إلى الدسمل تتحرك البوينت 2 steps to the left hand. أوكي، إذا بنكتب الرقم اللي هو 0.028 قصدي، فهني نبدأ نحرك البوينت إلى جهة اليسار خطوتين، نطالع هذه الخطوة الأولى وبعدين الخطوة الثانية وبنثبت هني. المكان الفاضي يحل محله 0، هني 0 and 0 قدام البوينت، وهذه البوينت بما أنها تحركت فبتختفي من هني. إذن النتيجة اللي وصلت لها شو تساوي؟ 0 point كم 0 هني؟ 1 2، إذن 2 0 بعدين 28، تحركت البوينت خطوتين ناحية الجهة اليسرى. الحين هذا الديسيمال البرسنت حولناه إلى ديسيمال. في الخطوة الثانية step 2 we will take this number اللي هو الديسيمال 0.0028 multiply it by 475. إذا قرينا الرقم غطي على البوينت هني، كيف تقرينا الرقم؟ نقرأ 28. إذا هني بنضرب العدد 475 multiply five، هذا العدد كتبته فوق، بنضربه بال 28، إذن هني 8 وهني 2. نبدأ نضرب 8 multiply by 5 يعطينا 40، يعني 0 هني و 4 up. 8 multiply by 7 يعطينا 56، 8 multiply by 7 يعطينا 56 plus 4 يعطينا 60. إذن هني بكتب 60،
زيرو تحت والسكس وين تروح؟ فوق. الحين 8 multiply by 4 يعطينا 32 plus 6 يعطينا 38. إذن هني 38 وإحنا بهذا وخلصنا من الـ 8. الحين قبل ما نبدأ نضرب في العدد الثاني قلنا في رقم لازم ينحط اللي هو الزيرو، هذا شيء أساسي لازم تحطينه قبل ما تضربين. الحين إحنا بناخذ التو وبنبدأ نضرب. 2 multiply by 5 يعطينا 10. طبعا هذا لا يروحن، خلاص خلصنا منهن. 2 multiply by 5 يعطينا 10. إذا 0 باليد 1. 2 multiply by 7 14. 14 and 1 يعطينا 15. 5 هني وال1 هني. 2 multiply by 4 8 and 1 شي يعطينا 9. add these numbers. 0 plus 0 يعطينا 0. 0 8 plus 5 يعطينا 13 باليد 1. 1 plus 3 plus 9 يعطينا أيضا 13. نكتبها الحين نحسب how many decimal places. 1 2 3 4. إذا هني نحسب 1 2 3 4 ونحط علامة البوينت، معناته أن الناتج هني بيكون 1.33. هل الزيرو هذا لمهمات بعد البوينت؟ لا، لو كتبتيهم أو ما كتبتيهم هو نفس الشيء. 1.33 إذن هذا هو الناتج المطلوب، وبكون بهذا غطينا الفكرة للبارت الثاني، وبإمكان الطالبة تحل تمارين الجزء الثاني المطلوب اللي هو نمبر 47 on ألف، ممكن تحله بكل سهولة كل التمارين بنفس الطريقة. نطالع هذا التمرين، عامل المسائل الكلامية. 6 grades were competing in a tournament اللي هي يتبارزن في بطولة. Their winnings are listed below. هذه لهم اللي ربحن، لطيفة ومريم ومهرة وغالية. Won the tournament for winning the greatest number of games. يبى يعرف من هي أكثر واحدة حصلت على النقاط. بنشوف اللطيفة عندنا 70% من النقاط هي اللي خذتن. ف 70% بإمكاننا نحل، بما أن كلهم فيهن زيروز بإمكاننا نحل بالطريقة اللي تعلمناها في الفيديو اللي هي 70/100. هاي حق لطيفة. اوف طالعوا لطيفة اوف معناته multiply 90. الحين بإمكاني أحذف البوينت الزيرو مع الزيرو، في هالحالة أسهل لي أسويها في صورة فراكشن وأبدأ أحذف. ما بقى عندي غير 7 multiply by 9 يعطينا 63 games she won. إذا 63 لعبة هي فازت فيها. نشوف مريم بنفس الطريقة، عندي 30% يعني 30/100. الأرقام البرسنت إذا كان فيها زيرو والعدد الثاني إذا فيه زيرو أسهلش تستخدمين الفراكشن، لكن بمعظم الأعداد ما فيهن، ففي هالحالة أنا مضطرة أني أحول إلى دسمل أسهل لي. هني التو زيرو هذيلا يروحن مع التو زيرو، بيبقى عندي 30 multiply by 2. إذا كم لعبة ربحت؟ 60 games. إذا هني هذه ربحت 60 games، هاي 63. نشوف مهرة نفس الشيء، ما
مهرة عندي 90%، يعني 90/100 multiplied by 20 الزيرو راحت مع الزيرو، الزيرو راحت مع الزيرو، 9 multiplied by 2 يعطينا 18. إذن مهرة كم لعبة ربحت فيها؟ 18 games. نشوف اللي بعدها غالية 60%، يعني 60/100 multiply by 120 0 راحت مع 0 والزيرو الثانية راحت مع الزيرو الثانية، ما يبقى لي غير 6 multiply by 12 يعطيني 72 games. اوكي الحين اسأل هني، Who won the tournament for winning the greatest number of games؟ أي وحدة اللي حصلت على أكثر عدد من الألعاب؟ أي وحدة فيهم؟ طبعا غالية، مبين أنها غالية. غالية won the tournament for winning the greatest number of games. ونكون بهذا جوابنا على السؤال. بنشوف مثال آخر. If last month's expenses were 32,000 dirham, what amount was spent on electricity? هذه هي الالكتريسيتي. هذه هي الالكتريسيتي. إذا الالكتريسيتي دفعوا منها 0.6% of 32,000. إذا أكتبها كتابة 0.6% هذا المطلوب فقط، المصروفات الشهرية of 32,000. هني ما أقدر أنا أستخدم الطريقة اللي تحلينا فيها التمرين الأول لأن هذا decimal، فأسهل للطالبة تحول من البرسنت من البرسنت الى الدسمل مثل ما تعودنا في باقي التمارين. فالبوينت هني عشان نتخلص من هاي العلامة ونتخلص من هذه نحول من البرسنت الى دسمل، تتحرك البوينت 2 steps to the left side. بنحرك البوينت 1 2 وبتثبت هني الاماكن الفاضية يكون فيهن 0، تروح عندي هالعلامة وأيضا البرسنت تختفي لأن خلاص حولنا، فبيكون العدد عندي 0.006 multiply by 32,000. أوكي الحين لو أنت غطيتي على البوينت كيف تقرين هذا العدد؟ أنت غطيتي على هاي البوينت كيف تقرين العدد؟ أقرأ 6، معناته أنا هني شو بسوي؟ بضرب 32,000 multiply it by 6 ونشوف النتيجة. نبدأ نضرب الأعداد اللي عندي، one multiply by 0 يعطيني 0، 6 multiply by 0 0، 6 multiply by 0 الثانية أيضا 0، 6 multiply by 0 الثالثة أيضا 0. إحنا بإمكاننا نطلع 0 من البداية لكن عادي لو ضربتيها. 6 multiply by 2 يعطينا 12، 2 باليد 1، 6 multiply by 3 يعطينا 18، 18 and 1 يعطينا 19. إذا هذا هو الرقم اللي طلع لي. أحسب كم عدد بعد البوينت؟ ثلاثة هني، إذا لازم أحسب ثلاثة أعداد وبعدين بحط البوينت هني. هذا الرقم كيف ينكتب وكيف ينقرأ؟
equal 190 192. الزيرو اللي بعد البوينت مو لها اي اهميه، حطها لو حطيناها هل لها اي اهميه؟ لا طبعا. اذا هي نفسها لو كتبناها 192 درهم. اذا مصروفاتكم على الكهرباء 192 درهم. ونكون بهذا خلصنا فكرة الدرس. الدرس جدا حلو سهل وبسيط ويعتمد على الأساسيات اللي الطالبة تعرفها.